أول محطة بـ What's on MTV. منتذكر سوا مشاهدينا شو حضرنا مبارح المساء على شاشتنا وسهرة التنين، الموعد ثابت مع الإعلامي توني خليفي بحلقة جديدة من 15:44، البرنامج الاجتماعي اللي بيطرح مواضيع وملفات ساخنة إن كانت اجتماعية إنسانية سياسية أو حياتية بأسلوب طرح للحلول ما بيشبه حدا. امبارح مواضيع عديدة انطرحت، شفنا رد الكنيسة على قضية التحرش اللي اتهم فيه الأب فرح، وكمان لأول مرة شفنا كيفية محاورة كويتية للجن مباشرة أمام الكاميرا ب 15:44. أما موضوع مهم كمان طرحوه امبارح وداعا للرجيم والرياضة، أطرب الأنف لتخفيف الوزن، صدقوا أو ما تصدقوا. وشفنا كمان كيف بيكون شعورك أو ردة فعلك إذا حماتك طلبت منك إنه تعيد عيد الأم عندك بالبيت. أما الليلة مشاهدينا فأنتوا على موعد مع عادل كرم بحلقة جديدة من هيدا حكي، كمان توك شو اجتماعي تميز عن كل البرامج المماثلة، ومننطره كل سهرة أحد على MTV. خلينا نشوف مين رح يكونوا ضيوف عادل كرم بحلقة الليلة من هيدا حكي. بنطلون 15 ليرة سورية لستات. تاكل حمام؟ على كبر. أنا مسكت الكوباية حبيبي. كيف كيف؟ هيدا حكي. كنت عم تهددني بالسلاح؟ ولا لا. وحياة الثلاثة اللي عندي. والبكذب على مرته. والله العظيم إنه أنا قليل ما كذب. ختيارنا يا عادل. طحن الشعرات البيض واضحين. نخمسهم عشان يبقوا خمسة؟ خمسة زرق. والله انت منك هي المعلم، انت عدوله هي عدوله، ما فينا هيك نحكي هلا. نصيت لالي هتقول لحدا والفعل لا هيدا حكي ما عم نلحق صف حبوب بموعده الجديد الثلاثة بعد الاخبار. ظاهر انه برنامج دانسينج وذ ستارز وسهره الاحد اخذ عقلنا كلنا، قلت هيدا حكي سهره الاحد بدل سهره الثلاثه، ولكن هو الليله الموعد مشاهدينا سهره الثلاثه مخصصه لعادل كرم بحلقه جديده من هيدا حكي. اما هلا رح ننتقل نحن وياكم لعن جاد حتى يخبرنا كل التفاصيل المحضره بتكنولوجي اليوم، ورح نعرف شو التفاصيل الدقيقه المتعلقه بهالطياره اللي بتمشي على الطاقه الشمسيه. شو ناطرنا الليلي على MTV؟ سهرة كلها تسلية ومرح مع عادل كرم وضيوفه بحلقة جديدة من هيدا حكي. الليلي مشاهدينا ضيوفه هن المؤلف الموسيقي وصاحب الشخصية المميزة والقوية زياد بطرس، وكمان فريق مشروع ليلى، فرقة موسيقية كلنا سمعنا عنها كثير بهالكم سنة اللي مرقوا. هالفرقة انطلقت من مجموعة شباب لبنانيين وعندهم أسلوب موسيقي مميز وانطلقوا لكل أنحاء العالم. رح نتعرف عليهم أكثر بحلقة الليلة من هيدا حكي. أما هلأ مشاهدينا رح نبقى بأجواء موسيقية، ولكن رح نضيف عليها الرقص، ورح نشوف سوا كيف كان أداء المشتركين بحلقة هالأسبوع من Dancing with the Stars رقص النجوم.
Dancing with the Stars, brought to you by Diet Pepsi. Shine like a star with Persil Black. من وراء هالبرنامج صار الكل بده يرقص كبار وصغار على كلنا، كلنا عم نرقص نحن وقاعدين عم نحضر Dancing with the Stars كل سهرة أحد على الام تي في. أما هلأ رح ننتقل لأجواء مختلفة، أجواء المطبخ والطبخ والروايح الحلوة مع جاد وستيفاني بواتس كوكينج، تنشوف شو محضريننا لليوم.